فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. أذنك حسين. شعب الإيمان فصل في تعليم القرآن. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي لأبي إن الله أقرأ عليك، أو قال أو سماني لك؟ قال نعم وسماك لي. فبكى أبي. عن قتادة عن أنس قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال رسول الله لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك، قال وذكرني؟ قال نعم. أخرجه البخاري. فبكى. كذا كان النبي يقرأ على أبي ليعلمه ويأخذ أبي منه. وعن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما خيركم، وقال الآخر أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وجاءت رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. قال الحليمي وإنما استنقص الناس المعلمين لقصرهم زمانهم على معاشرة الصبيان ثم النساء حتى أثر ذلك في عقولهم، ثم لابتغائهم عليه الأجعال وطمعهم في أطعمة الصبيان. فأما نفس التعليم فإنه يجب التفضيل والتشريف وبسط الكلام. عن مسعر عمرو المر قال أردت أن أقرأ القرآن، قلت أيهما أصنع، أحدث الناس أم أقرأ القرآن؟ فرأيت في النوم كان رجلا جاء المسجد ومعه حلة، فبلغ أصحاب الحديث فجاوزهم حتى أتى أصحاب القرآن فأعطاهم إياها، فأخذت أقرأ القرآن. وقلت لمسعر من أفضل من رأيت؟ قال من كان ما كان أفضل من عمرو المر، من رأيت أرفع إصبع يدعو إلا زمنت أنه استجاب له. كان مستجاب الدعوة لأنه انشغل بالقرآن. وفي الوقت خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. من علم رجل القرآن فهو مولاه، لا يخذله ولا يستأثر عليه. من علم عبدا آية جزاكم الله عنا خيرا صلى الله عليكم من كتاب الله فهو مولاه، لا ينبغي أن يخذله ولا يستأثر عليه. نعم، هذه كلها الأحاديث التي جاءت في فضيلة القرآن وفضيلة أهل القرآن، وأن أهل القرآن هم خاصة الله، وأهل القرآن هم أفضل الخلق أجمعين إذا كانوا على نفس الوتيرة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم أفضل الناس فيكم، يعني أفضل الناس فيكم من تعلم القرآن وعلمه. والأصل هنا من تعلم القرآن حدا وحرفا، من تعلم القرآن حرفا وحدا، ومن تعلم القرآن فأتقن ما به وما له فهو خير الناس على الإطلاق. وأهل القرآن هم خاصة الله، فهم الذين يهتمون بأشرف الكلام على الإطلاق. فإذا يعني رفعة المرء في تمسكه بكتاب الله جل في علاه. وكما قلت الذين يتلونه حق تلاوته، الذين حفظوا حروفه وعملوا بحدوده وأقاموا به أنا الليل وأنا النهار. الله أرضى عنك شيخ محمد، أحسن الله عليك. وفيها بأن أفضل الكلام هو كلام الله جل في علاه، ومن شغل بغير كلام الله جل في علاه فقد خسر خسرانا مبينا. فأفضل الكلام على الإطلاق هو كلام الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينشغل بكلام الله جل في علاه، فيحفظ حروفه ويعمل بحدوده ويتخلق بأخلاقه وينشر ذلك بين الناس. والخيرية منوطة، الخيرات منوطة بهذا الكتاب، الخيرات منوطة باستيعاب ما في الكتاب من العظات والعبر والأحكام والحكم ونشر ذلك بين الناس. ولذلك رأى الرؤيا محمد مروان رأى قال أكون مع أهل الحديث أم مع أهل القرآن، والمسألة دائرة على الملكة في هذا الباب.
وإلا فالعلم بحدود القرآن لا تكون إلا بالسنة. فالخير كل الخير من جمع بين الخيرين، فجمع بين هذه وبين تلك. نعم، يعني من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه. نسأل الله أن يتقبل منا الفوائد المستنبطة، أن ينشغل بما ينفعه عند ربه جل في علاه. نعم، احفظي 3 آيات كل يوم تكوني من أفضل الناس. 3 آيات يا سمراء، 3 آيات يكون سهل جدا عليك بعد ذلك إن شاء الله استيعاب كل القرآن. أهل القرآن هم خاصة الله، أقرب الناس إلى استجابة الدعاء أهل القرآن. لو في أسئلة تفضلوا الآن. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.